بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، راكو بس تكتب نجيبة بس منسى نعبد الله يستعان فعلا الحمد لله خد بيتر متن هموت نصيفة بات أندرزوك وندخان عندنا أنا أكراح وطهورة وني دي خاوبرير تصابور إن شاء الله. هات نيو بيامة يفتي عام نعبرت خود فزورت الحمد لله. كيت هلا وفيك الحاج. نعم. قلت الله فيك ياك. نعم. الحمد لله. نعم يا ودي. ياك دابا بخير. الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. على كل حال. نعيش. الحمد لله على كل حال. إلي سينت وبلادي إيس. هذا ما أساس الكندر الحمد لله. بغيت تدعي معاهم وقول لهم شكرا الإخوة المحسنين من هولندا. واخا نعم سيدي. شكرا عليكم. إخوة المحسنين من هولندا. بارك الله فيك. لا يكثر عليكم العين امين ويحفظكم القلب امين بجاه الله والرسول امين صلى الله عليه وسلم امين الله يعطيكم الخير امين يكون منكم خيرا امين لا يدفع عنكم شرا امين لا يديكم عن طريق مستقيمه امين لا يديكم الى الحرام امين يحفظكم من بلاء وضر امين لا يحفظكم من كل بلاء وضر امين وانجينا امين امين اللهم يا ربي ارزقهم بالرزق كثير امين كما انزل مطر من السماء امين الله تبارك وتعالى يجعلهم في العليين امين مع النبيين الصديقين امين والشهداء والصالحين امين وحسن اولئك رفيقا امين الله يحق لهم الشكم الطريق امين الله يحفظهم امين بكل بلاوي امين الله يديهم سيره حسنه امين يجعلهم فحل مهدمهم كذا امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العالمين سفر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك الله يسترهم وسيدي امين انتم الله يحفظكم بارك الله فيك راح تاخذ الدعاء ما شاء الله انت سهرت خوفا على انت هو الاب ديالي مش انت هو الاب ديالي حنا كاملين بينا في هولندا كاملين بينا يا وسيدي لك الماء؟ لا نعم فيديو ورم السلام بحاسة كندرة الحمد لله هي دوبرت فور دانك ساي يولي كنو ديت الله فرق عكراك الحمد لله وبارك الله فيكم الله يجزيكم ولدي وسبحانك الله يستركم كل شيء لفولندا امين نجيكم دعوة البطل امين ابلاك ما دورك ما شاء الله الله يجزي لكم حال الزيد هذا مهلك هذا امين يا رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين انتو ستات zijn wij ook zeg maar overal aan het rennen om medicijnen voor hem te kopen. Dat moeten we zelf doen van de artsen. Dus ja, we gaan nu weer achter zijn medicijnen aan, inshallah. Dit was het. Mubarak, Allah fikum. Ik vraag Allah Azza wa Jal om iedereen rijkelijk te belonen die haar hier aan heeft meegedaan of die nog steeds willen doneren. Je kan nog steeds doneren, want elke dag dat hij hier verblijft, moeten wij betalen. Dus dit wou ik even met jullie delen. Het gaat nu alhamdulillah de goede kant op met hem. Hij is van zijn pijn verlost. En daar gaat het om. En dat is het belangrijkste. En ik heb natuurlijk sowieso vertrouwen op Allah en Zawajan. En daarnaast op onze volgers en onze umma. Barak Allah fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ummanif kuni kunt murid. Dat alhamdulillah. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك